ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفصل. زي ما قلنا كده قبل الفصل، أنا محتاج خبرات إيه؟ محتاج يكون عندي فعلا لغة واتنين عشان أقدر أتواكب مع سوق العمل. مجال العمل محتاج إيه؟ وهل أنا كل شوية لازم تطوير؟ طيب ما أنا خدت كورسات وخدت حاجات كتير، بس لازم أبقى متميز عشان أقدر أختلف عن غيري في التميز ده. عشان كده نتكلم أكتر، ولقائنا اللي حقيقي كلنا بنستمتع بيه وشبابنا كتير جدا بيستمتع بيه، مع دكتور صامويل عصام الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للنظم والاستشارات التعليمية ICS. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبكل شبابنا ومشاهدينا الكرام. إحنا كنا قبل الهوى قلنا أن في مفاجآت النهاردة إن شاء الله. حضرتك هتقول عليها. ده أكيد. أكيد. طيب خليني أعرف في البداية إزاي الشركة بتساعد الشباب على التميز. وفي الحقيقة يعني باستفاضة كده سريعة، احنا يمكن اخترنا النهاردة ان احنا نتكلم مع حضراتكم ومع شبابنا في جزئيات مهمة جدا، واخترنا كده عنوان مع حضرتك ومع كل فريق الاعداد ان احنا نتكلم عن شبابنا شركاء التميز. بنستغل فرصة ان احنا انتهينا من اعمال الامتحانات، فكل سنة وكل الناس طيبة، وعايزين نقول لشبابنا فرص الأجازات لازم يبقى فيها تطوير وتنمية، مش راحة وخمول بقى يعني. بالظبط كده، مش بس خمول وأنتخة كمان. لازم يبقى فيه راحة كده كبيرة. بالظبط كده. فإحنا محتاجين نقول لهم إن إحنا كشركة متميزين جدا، إن إحنا نقول لحضراتكم على نقاط مهمة جدا 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 أنت محتاجها. يعني إحنا النهاردة مركزين جدا على جزئية إن إحنا كشركة متميزة متخصصة في إعداد الخريجين والشباب لسوق العمل في مجال التدريس. بالتحديد في التدريس، احنا يمكن في مرات سابقة تشرفنا جدا ان احنا قلنا ان احنا متميزين جدا في الكورسات المتنوعة والبرامج المتنوعة التدريبية والتنموية. فالنهاردة كمان احنا بنكمل سلسلة خدماتنا المتميزة بمفاجآت بقى، زي ما حضرتك اشرتي، كتر خيرك يعني، متشكر قوي. فالجزئية الاولى ان انا عايز اعد خريج للتدريس. طيب السؤال بيطرح نفسه مع حضرتك ومع كل الشباب ومع كل المشاهدين، وانتوا بتقولوا ان انتوا تقدروا تخلونا متميزين ازاي؟ احنا النهاردة مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين بنعرض نماذج حية لشغلنا ومشروعاتنا والبرامج اللي احنا طبقناها على ارض الواقع. احنا بنعمة ربنا شغالين مع اكبر المدارس اللي موجودة في مصر على مستوى اللغات، المدارس اللغات والمدارس الدولية. أنا بس عايز أفهم النقطة دي، أنتوا بتأهلوا الشباب وكمان بيكون ليهم فرص للتدريس، للالتحاق والتوظيف في المدارس، مش بس إن هم يبقوا مؤهلين. بنرشحهم بالفعل. فدي أولى المفاجآت. دي مفاجأة أولى المفاجآت. يعني طبعا. تدريب وتشغيل. طبعا. تدريب وتوظيف. فعشان كده إحنا عندنا جزئية مهمة جدا، عشان كده بقول لما نتميز يبقى التميز ده مش كلاما، لا ده فعلا وحقيقة وواقع. فجزئية ان انا بدربك وان انا بطور من امكانياتك، انا عندي خريجين من كليات الاداب والتربية والحقوق والعلوم والألسن والاعلام والصيدلة والعلاج الطبيعي والاسنان والطب، انا بحاول ما انساش حاجة تخصصات. انت عايز تعد لوظيفة ومهنة التدريس، الموضوع ليه كذا بعد. البعد الاول بعد اكاديمي، فلازم اسقل مهاراتك اكاديميا عشان تبقى ملم بالامور. بعد تربوي، بعد تقني وفني، وبعد تكتيكي. ايه تكتيكي بقى؟ يعني الستايل والاستراتيجي والميثودولوجي وطرق التدريس الحديثة مختلفة. خصوصا ان احنا لما بنؤهل شبابنا دلوقتي بنؤهله كمعلم رقمي محترف. يعني ايه ديجيتالايزد؟ يعني احنا خلاص احنا عهد الورقه والقلم والبلاك بورد بتاع زمان، حتى الوايت بورد استبدلناه كله بالسمارت بورد اللي هي السبوره الذكيه السمارت بورد. فانا كمان جت عليا جائحه كورونا،
فاشتغلت اونلاين كورسز واشتغلت وركينج فروم هوم. فكمان المعلم ديجيتالايزد على البلاتفورمز على المنصات التعليميه سواء اللي اطلقتها الوزاره او اللي المدارس اجتهدت واطلقتها لطلابها ومدرسينها. إذن انت الان مطالب ان تكون متميزا طبعا. فالتميز ليه ابعاد كتيره وليه اسس وليه طرق وليه مراحل. وبالتالي ما نسيناش حاجة حضرتك مهمة جدا. لما بمنحك شارة التميز دي وشارة البدء دي، مش بنسى كمان أقدمك لسوق العمل وانت متقل السي في بتاعك. فمتعاقدين مع أكبر جامعات مصر الحكومية عشان نمنحك شهادة معتمدة تقدر بأريحية شديدة تقدمها في السي في بتاعك. يعني مهارة وخبرة وتدريب وتدريس وفرصة عمل بعد كده. بالظبط. يعني احنا مثلا بنتشرف في استضافات المحاضرين والمدرسين والخبراء اللي معانا من الجامعة الأمريكية، من الجامعات الحكومية، من الجامعات الخاصة، خبراء التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم بأمانة شديدة. يمكن مع حضرتك كل السادة المشاهدين هيعرض الآن صور تفصيليه. هو قدامنا حقيقي صور على الشاشه. صور تفصيليه الى الشغل اللي معمول على ارض الواقع مع كبرى المدارس واكبر المدارس الموجوده على مستوى مدارس الرهبان والرهيبات، المدارس اللغات، المدارس الدوليه، كل القطاعات احنا الحمد لله لنا اضافه معاها. الصور يعني حضرتك بقى اتكلمنا عليها دي محاضرات تحديدا. احنا في محاضرات وعندنا مشروع قومي لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة السادة المعلمين. يعني احنا لما بنخش مشروع بناخده from scratching من A to Z. يعني مثلا عندي ستاف اللغة الإنجليزية على سبيل المثال او الماث او الساينس، فببدأ من كل المراحل التعليمية اعتبارا او بدءا من الكيجي حتى الهاي سكول اللي هي جريد 12 اللي هي ثالثه ثانوي. يعني. فكل الساده المعلمين منوطين بهذا المشروع اللي هو رفع الكفاءه ورفع القدرات ورفع الاداء واثقال المهارات. يمكن في صور واقعيه بتقول الكلام ده. والساده الدكاتره موجودين معانا. ادارات المدرسه مشكوره اللي كانت حريصه جدا على تطوير معلمينها وتطوير مدرسينها ورفع مهاراتهم واثقالها. ده عايز اقول لحضرتك يعني انا بحييهم كمان تحيه خاصه ادارات هذه المدارس المرموقه العريقه المحترمه. كمان نشكر ربنا ان شافوا معانا وشافوا فينا شريك استراتيجي. ان انا تفهمت كشركه طبعا، تفهمت الاحتياج وبألبي هذا الاحتياج. طيب ده على مستوى المؤسسي، على مستوى المدارس. على مستوى المؤسسات التعليمية كمان لينا مشاركات على مستوى وزارة التربية والتعليم. لينا مشروعات بنشارك فيها بتكليفات خاصة جدا، وإحنا بنحظى بهذا التكليف لأن دي ثقة ومسؤولية أكيد. وده مشاركة مننا مجتمعية تجاه بلدنا العزيزة مصر. فده مهم جدا إن إحنا موجودين. ده النقطة التانية. وخلينا نقول المفاجأة التانية. خلينا نقول حلقتنا النهاردة مفاجآت زي ما اتفقنا في البداية. خلينا نقول المفاجأة التانية. احنا مجموعة شباب الخريجين اللي نفسهم يدرسوا واللي نفسهم يبقوا متميزين ومتمرسين، وخليني يعني أفوكس جدا على هذا الأمر أو هذا التعبير، متمرسين في شكل ونوع المنتج التعليمي اللي هيقدمه للطلاب. إذن أنا عندي نقطة أساسية، أنت هتدرس إيه وهتدرس إزاي وإمتى وفين وليه أنت محتاج تبقى متميز. أنا عندي حاجة في سوق العمل اسمها، وفي السوق عموما يعني اسمها الميزة التنافسية. حاجة لازم تميزني عن غيري أكيد. السوق يكتظ سوق العمل أو سوق التربية والتعليم أو سد الاحتياجات التعليمية والتربوية يكتظ بالآلاف، لكن ليه أنا أبقى متميز؟ ده السؤال الأهم بقى، إزاي أبقى متميز؟ وفين المكان اللي هيساعدني على هذا التميز أو للوصول لهذا التميز؟ ومكان يكون مصدر ثقة كمان. طبعا أكيد. مصدر ثقة بما لديهم الرصيد كافي يؤهلوا لهذا. ثانيا الأكريديتيشنز أو الاعتمادات اللي هو مسؤول عنها واللي هو مشارك فيها واللي هو يعني بيقدمها. كمان مهم جدا أني أبقى عارف احتياجات نفسي الأول، كأننا بنشتغل كده SWOT analysis، نقط الضعف، نقط القوة، الفرص المتاحة ليا، والتهديدات. والتهديدات دي دايما بنقول عنصر الخوف. الخوف من الإقدام على التجربة
او ان انا ابدا موضوع، خايف ابدا وافشل مثلا او ما عنديش بالظبط، الخوف من الفشل و الى ذلك، الخوف من المحاوله. عشان كده في قول دايما يقول يكفينا شرف المحاوله، لا احنا بنلغي هذا الامر، هو مش شرف المحاوله، احنا هنحاول وننجح ونتميز. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثالثه ان احنا بنقدر نوفر، يمكن دي اشارنا ليها وبنؤكد عليها في هذا الامر، يعني نقدر نوفر اساليب يعني مريحه جدا في سداد قيمة البرامج التدريبية والكورسات. يمكن احنا اشرنا اليها وبأصر ان انا يعني اعيدها مع حضرتك مرة تانية، يمكن يكون حد ما يعني ما سمعهاش قبل كده بالظبط كده. يعني لم يعد عائقا مطلقا البعد المادي والتكلفة المادية في ان يعوق مسيرة تميزي او تقدمي او حصولي على احتياج مهم في مهنتي، في تقدمي، في رفع كفاءتي، في إثقال مهاراتي. دايما وبالذات ان احنا كلنا، وده من منطلق ايه، ان مجلس إدارة الشركة حريص جدا ان يتشارك مع كل شبابنا وخريجينا ومواطنينا في كل مكان في جزئية ان انا حاسس بيك وان انا عايش معاك وانا مش بعيد عنك، انا في نفس، احنا كلنا في مركب واحدة. فلازم كلنا نتشارك مع بعض عشان الجزئية المادية دي عائق مش قليل، دي عائق كبير. أنا نفسي بس الظرف ما يسمحش، أنا نفسي بس الأمور يعني صعبة شوية، مش مساعداني بالظبط. فأنا محتاج هنا أقول لك رسالة واضحة وصريحة وعلى الهوى، أنا جنبك بكل ما أملك من أدوات لتسهيل وتذليل العقبات. دي أكتر حاجة مشجعة جدا، يعني دايما فعلا بنلاقي كتير من شبابنا عايز يبدأ وعايز ينمي مهاراته وخبراته، بس أنا ما عنديش الإمكانيات المادية الكافية إن أنا أبتدي بيها إزاي. فدي حاجة حلوة جدا من شركة حضرتك طبعا بتقدمها للشباب. ميرسي. هو ده توجه لمجلس الإدارة بأكمله والإدارة القانونية والإدارة المالية وباقي الإدارات المعاونة. فده صدقيني اللي أنا بتكلم عنه ده مش لشخص دكتور صامول، ده نتاج فريق عمل، ودايما نقول النجاح فريق عمل. أكيد. فيمكن أنا اللي ببلور الكلام ده وبقوله، لكن في جنود مجهولون بيقدموا صدقيني مجهودات مخلصة جدا لإنجاح هذه الأعمال، وعشان دايما نبقى متجددين ومتميزين. طب خليني أروح لنقطة مهمة جدا، مش بس الشباب اللي هي أول ما بتتخرج من الجامعة ليهم فرصة أن هم يجوا الشركة ويناموا مهاراتهم، طب الناس اللي فعلا خلاص في مجال العمل وبتشتغل خلاص اوريدي، هل فعلا هيبقى ليها فرصه او قابليه ان هي تنمي مهاراتها اكتر وتتواكب؟ زي ما حضرتك قلت دلوقتي نظم التعليم مختلفه، ان احنا نعلم اطفالنا وشبابنا الطريقه بقت مختلفه، هل ليهم فرصه ان هم فعلا يلتحقوا بمهارات جديده واساليب جديده؟ بالطبع طبعا. وانا بشكر حضرتك على هذا الطرح الرائع. يعني احنا اوريدي المخاطبه تبدا من حديث التخرج والمقبلين على سوق العمل، وتمتد الى اوريدي الناس اللي في سوق العمل واللي في مجال التدريس. عندنا فئات مختلفه نقولها بقى عشان نقولها باريحيه شديده والناس تبقى مركزه معانا كويس قوي. انا معلم او معلمه في مرحله الابتدائي ونفسي ارتقي الى مرحله الاعدادي والثانوي. اكيد. هل في اتاحه لهذا الامر؟ ده بالتاكيد. احنا منفذين البرامج دي على ليفلز مختلفة وعلى سكيلز مختلفة. اوريدي الناس عندها خبرات، في ناس 3 سنين 5 سنين 10 سنين وقد يكون اكثر. عايز يطور من قدراته ويرفع من امكانياته ويتدرج ويعلو وظيفيا ويعلو في المراحل الدراسية اللي هو بيدرسها، ويواكب كمان سوق ويواكب سوق التطوير. لان كمان اشرنا في البداية مع حضرتك ان احنا لابد ان تكون معلم رقمي. طب المحتوى العلمي او التعليمي او المهني او الاكاديمي اللي انت بتقدمه كان ينفع في وقت سابق، طب دلوقتي الموضوع بقى ديجيتالايز. مختلف تماما. ديجيتالايز. احنا بنتكلم في تحول رقمي وحوكمه، وبنتكلم في منصات تعليميه. وطبيعه اللي بقدم له الخدمه اللي هو مين؟ الطالب. الطالب اوريدي بيتجاوب جدا مع كل ما هو مودرنايزد وتكنولوجي. فهو اوريدي الطالب قاعد على الموبايل فون بتاعه، على الابس بتاعته، عايز المعلومه بالظبط، تكنولوجايزد خلاص. هو عارف هو عايز ده او عايز المنتج ده. انا المعلم او المعلمه لو مش هواكب هذا الامر هيبقى عندي اشكاليه، يبقى في مس كوميونيكيشن. وبالتالي كل التوجه للمؤسسات التعليميه الان، وده بوجه رسالتي لكل معلم ومعلمه،
لو ما بدأتش بتطوير نفسك ولحقت أمورك هتلاقي في ناس قد يكون أقل منك خبرات وأصغر منك سنا سبقتك. بس سبقوه. آه طبعا، لأن هنا السوق عرض وطلب. فأنا بدور على بسد الاحتياج عندي، فاحتياجي احتياج تكنولوجي واحتياج تقني واحتياج أكاديمي ومهني. طيب أنا لما لاقي حد يتكامل أو يتوفر فيه كل هذه الصفات وحد تاني خبرة بس مش عنده ده، هاخد مين؟ هختار مين؟ أنا كمسؤول مثلا في المؤسسة التعليمية هختار مين؟ إذن الاختيار واضح جدا، مش محتاج يعني تضيع وقت. فعشان كده إحنا بنهدي هذا الأمر اللي حضرتك تفضلتي وأشرتي إليه لكل معلمينا ومدرسينا في كل المراحل الدراسية. نحن نتميز ببرامج إعداد وتأهيل ورفع كفاءة وإثقال مهارة لكل المراحل في كل المواد، بس إحنا خدنا أول ثلاث مواد الأساسية English, Math, Science. الجزئية الأخرى، إحنا الجزئية اللي فاتت دي اتكلمنا عن مراحل تدريس ومراحل دراسية لمراحل اللغات. بس كده هيكون في طبعا يعني كلاسز للمواد التانية، انتوا بدأتوا للمواد دي بس أو. طبعا لا احنا بدين كله بارلل في وقت واحد. بس الأكثر طلبا دايما هي المواد الأساسية. أكيد. اللي هي الماث والإنجليش والساينس. ما يليه بعد كده من احتياجات، احنا بنلبي كل الاحتياجات. لأن الاحتياجات هنا بتتلبى as a group يعني أو يعني corporate و as individual اللي هو فردي. آه طبعا. وفي ناس بتقدر تتوائم وتتوافق في جروب في كلاس دراسي، وفي ناس لازم يبقى face to face لوحده زي أنا وحضرتك كده face to face. يقولك أنا تركيزي زي الطالب بالظبط، يقولك أنا أقدر أركز واستوعب وأنا وسط جروب مجموعة، وحد تاني يقولك لا أنا ما بقدرش ده، فلازم أبقى أنا والتيتشر بتاعي اللي هو special tutor بتاعي إن إحنا face to face مع بعض. مظبوط. فده متاح وده متاح، لأن أنا لازم يبقى عندي تنوع في تقديم شكل الخدمة. أكيد. وإلا ما يبقاش عندي تميز. ده تميز في حد ذاته. بالظبط، ده حقيقي، ده تميز في حد ذاته. أشكرك. فالجزئية الثالثة، الناس اللي عايزة ترتقي من تدريس المناهج الدراسية من اللغات اللي هو الناشونال يعني إلى الانترناشونال، إحنا برضو متميزين فيها جدا ونمنح شهادات معتمدة فيها. الانترناشونال أنا بتكلم في جزئيتين، جزئية التعليم البريطاني اللي هو البريتش او الاي جي وجزئيه التعليم الامريكي اللي هو الامريكان ديبلوما. ففي مدرسين كتير حابين يرتقوا بقدرتهم بما لديهم من رصيد خبرات في تدريس عدد سنوات خبره مش قليل في ماده الانجليش ولا ماده الساينس ولا الماث مثلا، وعايز يخرج من عباءة تدريس الناشونال أو اللغات إلى الانترناشونال. ده أمبيشن، ده طموح ومكفول وحقيقي، وإحنا هنقف جنبك ونساعدك. كمان عندنا توجه في التعليم الدولي في مصر بقاله فترة، يمكن مش منتشر قوي بس هو موجود، هو تعليم الاي بي انترناشونال بكالوريا. وفي المدارس اللغة الأولى فيها فرنسي اسمها باك فرنسي، فكل المدارس الباك فرنسي بيبقى عندها ده، فالطلبة بتلتحق بيه. في المدارس الانجليش لغة أولى يا إما بيتجه في التعليم الانترناشونال إلى البريتش أو الأمريكان أو الآي بي. فدي جزئيات مهمة جدا. نفس الشريحة اللي احنا بنقدم ليها الخدمة من تحسين القدرات في مراحل اللغات والمواد الدراسية في الناشونال، تعليم الناشونال لغات، كمان نقدر ننقله نقلة تانية خالص بيحلم بيها. طبقنا الكلام ده على ناس كتيرة جدا جدا ونماذج داخل القاهرة وخارجها. عايز اقول لحضرتك ونشكر ربنا وفي الدول العربية ودول الخليج. نشكر ربنا، لان طبعا التعليم الذي يغلب على دول الخليج والدول العربية هو الانترناشونال. طبعا في مدارس حكومية تابعة للدول، حكومة الدولة، لكن التعليم الانترناشونال منتشر كتير جدا. ومصر مش اقل من الكلام ده، احنا سوق الانترناشونال في مصر سوق قوي جدا، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ما هوش بمنقى بعيد عنها يعني. فدي نقطة مهمة جدا. النقطة الأهم بقى اللي أنا عايز أتشارك، إحنا مجتمع المؤسسة التعليمية أو المدرسة عبارة عن إدارة، ستاف تعليمي أو ستاف تدريسي أكاديمي وإداري، والطلاب وأولياء الأمور، المنظومة دي. المنظومة منظومة متكاملة. طب هل لنا إن إحنا نتشارك في إعداد ورسم الخطط للمنظومة التعليمية وللمؤسسة؟ عايز أقول لحضرتك دي مفاجأة. رقم كام بقى؟ ثلاثة.
أكيد أكيد أنا واثق في حضرتك. أشكرك. المفاجأة دي إن إحنا بنساعد أصحاب الأعمال ورواد الأعمال. وهنا أصحاب الأعمال ورواد الأعمال مش لازم يكون سنه كبير يعني. شبابنا كمان. لا بنلاقي شباب كتير عنده مشروعات وواعدة ومثمرة وبناءة وعنده خطط استراتيجية لاستثمارات بيزنس. كتير بيفكر إن يستثمر في إنشاء وتشييد وإقامة مشروع تعليمي. وليكن مدرسة، وليكن أكاديمي، وليكن معهد، وليكن جامعة خاصة مثلا. فإحنا الحمد لله لنا باع كبير في هذا الأمر، إن إحنا نساعد رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين في التفكير، بدءا من التفكير وحتى التراخيص والموافقات اللازمة، ثم الإدارة والتشغيل. ما حدش عنده أي عذر بقى دلوقتي. أيوة بالظبط يعني. كده. من بداية الفكرة لحد كل حد ما يبقى مشروع. تشرع في هذا التفكير. إحنا بيت خبرة بنقول لك إحنا جنبك، وإحنا هنساعدك، وإحنا يعني كتفا إلى كتف أو جنبا إلى جنب معك لغاية ما تشوف حلمك حقيقة على أرض الواقع. وخليني أقول المفاجأة الرابعة. قريبا جدا خلال الأيام القادمة إن شاء الله ربنا يسهل كده، وندعو شباب حكاية لهذا الاحتفال إن شاء الله ليليق بينا كلنا. هنفتتح قريبا أول مدرسة دولية في مصر، مدرسة راهبات تقدم خدمة تعليمية دولية، وليكن الاي جي او الامريكان. يعني احنا مش هنحرق المفاجأة برضه. ايوه احنا هنشوق الناس دلوقتي. ايوه بالظبط. دي مدارس الرهبان والراهبات الفرنسي عندها زي ما انا قلت عندها الباك فرنسي، فالباك فرنسي هو الانترناشنال في جزئية الفرنسي. لكن ما عندناش مدارس رهبان وراهبات عندها قسم انترناشنال او مدرسة انترناشنال، الا مدارس اخرى بعينها ما هياش بيورلي مدارس رهبان وراهبات. اوكي. فاحنا في المرحله اللي جايه عن قريب جدا، وان شاء الله ربنا يدبر كده، وندعوكم اكيد طبعا لينا يعني حلقه خاصه بقى وتصوير واعداد ومشاركه مع اداره المدرسه، مع السيرز، مع الستاف التعليمي الاداري، الطلاب والطالبات. خلينا نعيش مع الساده المشاهدين على ارض الواقع، ونعيش الناس معانا. يعني احنا مش جايين نقول كلام، احنا نوصف الواقع. ده حقيقي يعني كلام بقى فعال يعني. نشكر ربنا. أكيد. يمكن الصور اللي حضراتكم بتتعرض حقيقي على الشاشه قدامنا دي بعض من المشروعات والاماكن اللي احنا ساهمنا فيها مؤخرا. احنا عندنا كتير بس وقت البرنامج مش هيسع لكل ده اكيد. الحلقات اللي جايه اكيد بالظبط كده. لكن حبينا ننتقي احدث الايفنتس والمشاركات اللي احنا عملناها. عشان كده انا شكرت ادارات هذه المدارس. ليه انا قلت كده حضرتك بامانه شديده؟ ودي امانه يعني قدام ربنا. كون اداره المدرسه تفكر في التطوير ده شيء حلو قوي. وعايز اقول لك حاجه تانيه انا شفتها بعناية وعجبتني، ان اداره المدرسه لم تحمل اي من الساده المعلمين في المراحل الدراسيه اللي احنا قدمنا خدماتنا ليهم جنيه واحد. تكلفه بالكامل تحملتها المدرسه. بالكامل تحملتها المدرسه. حاجه جميله جدا. وكان اداره المدرسه مشكوره على راسها السيد مدير المدرسه، كان ليه طلب صغير، قال لي دكتور صامول احنا من فضلك ثقتنا في حضرتك كبيره، وثقتنا في شركتكم المحترمه كبيره، واسمكم وسمعتكم وخدماتكم الحمد لله ليها وضع كويس. دي بركه نشكر ربنا عليها. النقطة الثانية، احنا لما اشتغلنا كمان ما اشتغلناش، عايز اقولها كده يعني باسلوب بسيط عشان الناس تتعايش معايا فيه، اشتغلناش بالحب. اشتغلنا باسس علمية سليمة متبعة. احنا زرنا الفصول، يمكن في صور معروضة، احنا زرنا فيها الفصول، احنا زرنا المدرسين جوه الفصول، احنا قيمنا قبل ما نشرع في التدريب. نزلتوا على أرض الواقع بقى. أنا شخصيا كنت متواجد، سادة الدكاترة الأفاضل والفضليات كانوا موجودين معايا. زرنا المدرسين في فصولهم في مراحلهم الدراسية، في صور بتقول كده يعني إحنا يعني عارضين ده. ليه؟ أولا كتير جدا إن تعمل حاجة من غير ما تشوفها على الواقع بدايتها إيه، فإحنا بدأنا صح from scratching. إحنا عملنا تقييمات
للسادة المعلمين والمعلمات داخل الفصول، عملنا حاجة اسمها كي بي آيز اللي هي قياس مؤشرات الأداء وطريقة التدريس وقدر الإلمام باللغة ومفرداتها وإمكانياتها، الخبرة هنا فين، التعامل مع الأولاد إزاي، نتحط في مواقف معينة داخل الكلاس، فبنلعب حاجة اسمها كلاس مانجمنت، إدارة الفصل الدراسي، وإزاي، وعندنا طبعا أولاد مختلفين في المستويات ومتباينين، وعندنا طبعا ناس كتير، ناس هايبرز قوي وناس مش عارف ساكتة قوي وناس مودريت وناس بتشارك وناس يعني مكسلة زي ما قلنا في الأول، انت ازاي بتتعامل مع هذا العدد في الكلاس وازاي بتدير، ما هو انت حضرتك كمعلم ومعلمة انت قاعد، انت مكلف بإدارة الفصل وبتوصيل المعلومة ومتابعة الأولاد وتعمل تشاكينج على الفهم بتاعهم وازاي بتختبرهم وازاي بتتابعهم، كلها مهارات لابد من إثقالها وتنميتها ورفع كفاءة فيها. دي كمان بتحطنا في نقطة مهمة جدا، تعلق بقى الطالب بالمدرس بتاعه. صحيح، دي نقطة مهمة جدا، أنا لازم اللي بيدرس لي لازم أتعلق بيه، أحب المادة بتاعته، دايما كنا نسمع الموضوع ده، لكن لو أنا مش متقبل أصلا طريقته قدامي ولا أي حاجة، لا مش هحبه، مش هحب المادة. صحيح، أنا لو حبيت المعلم أو المعلمة حبيت كل حاجة بيقولها، فهنا الدافعية والإقبال جاي من الشخصية، عشان كده دايما نقول أن المعلم أو المعلمة كاريزماتيك كاركتر، أكيد. شخصية كاريزمية تؤثرني، مش تؤثر فيا وبس، لا لا. تؤثرني يعني بيضغى عليا بأسلوبه وبطريقته وبشرحه وبسطته وإنسانيته. كمان احنا شفنا حاجة حلوة قوي في زياراتنا للكلاسز، ان الميسز او الميسترز بيتعاملوا مع الأولاد كأنهم أولادهم. دي نقطة مهمة جدا، وده إيثيكال كود أو كود أوف إيثكس. أنا جاية بعملها وهمشي، أنا مش جاية بأدي وظيفة وعمل عشان في الآخر أقول يعني حلوة قوي كده، خلاص كده على قد فلوسه مظبوط. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية، تدرجنا في المشروع، الكلام ده احنا طبقناه مع كذا حد، بس يمكن احنا ركزنا على أماكن ليتست احنا طبقنا عليها الكلام ده. بعد كده جمعنا الناس، عملنا لهم اورينتيشن في وجود إدارة المدرسة، ابتدينا نحط سكاديول متكامل وخطة استراتيجيك بلان طويلة الأمد شوية، يعني استمرت كام شهر على مدار الإجازة الصيفية عشان نقدر نقف على مستوى قدرات الناس، وكان في بليسمنت تاست طبعا وقياسات مستوى وانترفيوز، وعلى مدار الوقت الناس تأقلمت قوي وعرفت قد إيه الكور اللي احنا جايين عشانه والأدد فاليو اللي احنا جايين نضيفها لهم. واحنا دايما كنا نقول ايه للناس، انا شخصيا انا مش جاي عشان اقول لاداره المدرسه ميسيز ماريان مش هتكمل في المدرسه، ده مش دوري. مستر سامويل مش هيكمل في المدرسه، ده مش دوري، انا دوري ان انا اضيف لك ما يتراءى الى اداره المدرسه هي حره فيه، احنا لا نتدخل في امور اداريه، دي مش بتاعتنا، ده مش شغلنا، انا بنمي مهارات. شكرا، برافو، واحطه على التراك. انت عندك ويكنسز، هي لعبه سوات اناليسيس، انت عندك نقط ضعف انا عايز اقويها، عندك تهديدات عايز احد واقلل منها، عندك فرص احدى هذه الفرص اللي انت فيه، عندك نقاط قوه، عندك تالنت، عندك سكيلز، انا عايز اعمل لك فلورشمنت وانجيجمنت في الموضوع وانهانسمنت، فانا جاي عشانك، انا مش جاي اقول لك انت موجود وانت مش موجود، دي مش بتاعتي. دي عملت عايز اقول لحضرتك شكل من اشكال الملائمة والتوافق والأريحية بيننا وبين استفات التدريس، لأن شركة متميزة متخصصة هي جاية تارجتينج، هي جاية ليه عشان تعمل إيه، غير كده أو عكس كده مش بتاعها، مش تخصصها، مش شغلها، مش ده أنا اللي جاي متعاقد عليه. أكيد طبعا، مش كده برضو؟ أكيد طبعا. طيب، يمكن الشباب كتير قوي بيشوفونا دلوقتي أو حتى كمان اللي لسه في سوق العمل، إزاي أقدم، إزاي ألتحق بكورس مهارات التدريس، هل في شروط معينة ولا ممكن أي حد يقبل على هذه المهارات؟ أنا بشكرك قوي 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 من هنا مثلا لبكرة على هذا التوضيح، لأن بصراحة بنتفاجئ باستفسارات بتبقى شوية بعيدة عن الموقف. أنا عايز أحدد مع شبابنا ومستمعينا ومشاهدينا هذا الأمر، أنا محتاج تبعت لي الكونتاكت بتاعك وتقول لي طبعا أكيد أرقام التواصل وحتى الويب سايت، إحنا بنحتفل في بداية 23 أطلقنا الويب سايت الجديد بتاعنا وده أكيد معلن على الشاشة، يعني إحنا جوه الويب سايت عندنا كونتاكت أس،
فكونتاكت اس طريقه التواصل، حط بياناتك وابعتها، اعمل سبميت كده اطلاق يعني او ارسال، هيوصل لنا كل اللي انت عايزه. مش قادر تعمل ده، كلمنا على اوفر فون، موبايل فون، او ابعت لنا واتساب مسج. الويب سايت ظاهر قدامنا على الشاشه دلوقتي، جواك في كونتاكت اس، يقدر يبعت لنا عليه، يقدر يكلمنا اوفر فون، يقدر يبعت لنا واتساب. فرق العمل في الشركه من 9 إلى 5، وفي بعض الايام وليس كلها من 5 إلى 9، لان احنا مرتبطين بنايت او ايفنينج شفت لكل الكورسز اللي بتبقى افترنون، لان احنا عندنا مورنينج وعندنا ايفنينج كلاسز، كورسات بالليل وكورسات كورسات صباحيه وكورسات مسائيه. فعشان كده اسلوب التواصل، اضمن دايما ان انت تتواصل معنا على مدار اليوم في ساعات العمل الرسميه اللي هي من 9 ل 5. كلمنا زي ما انت عايز، بس من فضلك ومن فضلك خليكم محددين جدا، انا خريج كذا وانا نفسي اعمل كذا، اقدر اعمل ايه، هتساعدوني ازاي، واحنا هنقدم لك المشوره والنصيحه والاستشاره اللي تناسب الطلب بتاعك والاحتياج بتاعك. طب خليني اروح لنقطه مهمه جدا، يمكن ناس كتير قوي بتسمعنا، الناس اللي هم خلاص بقالهم في التدريس زي ما حضرتك قلت 10 و15 سنه، ممكن يحس بصعوبة في استخدام ان انا استخدم التكنولوجيا الرقمية دلوقتي، وان انا اعرف اتواصل مع الطلاب دلوقتي واطفالنا اللي هم كل حاجة عندهم بقت تكنولوجيا وموبايل وحاجات زي دي، هل في فعلا كده؟ جدا. يعني اقول لحضرتك، احنا في الكورسز بتاعتنا عاملين برنامج اسمه المعلم الرقمي المحترف. يعني مش بس بنميك وطورك وميزك في تخصصك وفي مادتك الدراسية وتخصصك المهني والاكاديمي أو التربوي، كمان أنا برفع وبأسقل مهاراتك الرقمية الرقمية. فإحنا عندنا دكاترة متخصصين ومحاضرين متخصصين سواء في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، من أقسام طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم، معانا من جامعة عين شمس، معانا من جامعة حلوان، معانا جامعة القاهرة، معانا جامعة السويس، أنا بقول الجامعات أهو، معانا من جامعة بنها، يعني الجامعة الأمريكية، أكاديمية السادات، الجامعة البريطانية، الأكاديمية البحرية. فكل أساتذتنا ومحاضرينا موجودين معانا عشان نعيد بناء وإثقال مهارات الرقمية للمعلم عشان يتواكب ويتلائم مع المطلوب حاليا، سوق العمل المطلوب بالظبط، مش بس مع سوق العمل ومع طبيعة تدريس المادة الدراسية والمحتوى الدراسي والمنهج الدراسي. أكيد. المنهج الدراسي كله تكنولوجي وكله مودرنايز. أكيد. طيب يعني للأسف حلقتنا خلصت، بس عايزة كده كلمة أخيرة من حضرتك لحد دلوقتي للشباب اللي مش مقبلين على الخطوة دي، اللي ما عندهمش فكرة تنمية المهارات والخبرات. احنا على استعداد تام ان احنا نساعد ونشارك ونسقل ونساعد في تميزك. ابدأ دلوقتي، يعني كلمنا، هتلاقينا دايما نستجيب معاك ونرشدك ونحطك على الطريق الصح. بس انت كمان خليك محدد في طلبك. اكيد. ايوه. أكيد. خليك محدد في طلبك عشان اقدر اساعدك ووجهك التوجيه المناسب. اكيد لازم ابقى عارف انا عايز ايه. ده أكيد. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور صامويل عصام، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للنظم والاستشارات التعليمية ICES. شكرا لحضرتك. سيل حضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، لكن استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم شباب حكاية.